كشف باحثون أمنيون عن ثغرة في معظم إصدارات أنظمة التشغيل أندرويد تسمح للبرمجيات الضارة بتقليد التطبيقات الشرعية وسرقة كلمات المرور والبيانات الحساسة مثل الصور وجهات الاتصال، بالإضافة إلى تتبع المواقع. وأوضح الباحثون أن هذه الثغرة شبيهة بثغرة أخرى تم اكتشافها قبل 6 أشهر تقوم بخداع الضحية وجعله يعتقد بأنه يدخل كلمات المرور في تطبيق شرعي، في حين أنه يتفاعل بدلا من ذلك مع برنامج ضار.